السلام عليكم إخواني أخواتي، أنا نشأت هذه القناة على أساس باش نحط محتوى يكون مفيد، وإن شاء الله أنا بغيت نتكلم في هذه القناة ديالي على الإنسان أو السكان القدماء ديال المغرب أو السكان اللي عاشوا في العصر الحجري. كاينين أماكن اللي كانوا كيعيشوا فيهم وبغيت نزورهم إن شاء الله. انا هذا حطيته غير فيديو باش ان شاء الله يلقى شي مشاهده مزيانه.